الشرعية حبينا ان احنا يكون معانا جهتين، جهة يعني اللي هي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لمزيد من التدقيق ومزيد من الحيادية معانا جهة مستقلة اللي هي شركة دلتا انسباير. أستاذة نيفين الطهري، مساء الخير يا نيفين. مساء النور، ازيك يا جميل؟ قولي لي دلوقتي اولا ايه ملاحظاتك الاول على المتقدمين السنة دي؟ طبعا اكتر حاجة ان هما جايين من جميع انحاء الوطن، يعني لما نبص كده هو مفيش ولا حتة مش جاي منها ناس، وزي ما انت قلتي كده هو مشروعات منها كبيرة ومشروعات منها صغيرة، وفي عدد يمكن 20% نساء، ودي حاجة جميلة. وكلها بتدور في أفكار يعني تقدر تكبر جدا، يعني صناعات يدوية، تدوير، رعاية صحية، فينتك. الحقيقة أنا منبهرة. كنت معايا من يعني من 2 موسم، يمكن من 3 أو 4 سنين، كنا عملنا السيزن الأول لهنا الشباب. قولي لي إيه الفرق؟ شايفة إن في تطور في الأفكار، في تطور في إنشاء الشركات، ولا شايفة إيه؟ لا أكيد في تطور، وفي حاجة تانية كمان إن تحسي إن هم كلهم كانوا ملهوفين على إنهم يقدروا تعاد الفرصة دي، لأن هي مش بس زي ما حضرتك قلتي، حتى اللي ما بنختارهمش بيخشوا في معرفة إزاي يقدر يقدمه، فالفرصة حتى لو مش الموسم ده، إنما أهمية إنها تبقى كل موسم، دي حاجة هتبقى جميلة جدا، لأن فعلا في شباب كتير قوي، والأعمار على فكرة مختلفة جدا، يعني في الكبير وفي الصغير وفي الصغير قوي، فهي دي بتبين لك إن المسابقة دي هي مهياش مسابقة، هي فعلا نوع من التنوير للإمكانيات، وكلها بتستفيد منها.